هل تصدق أن هناك عالما مسلما عاش منذ 1000 عام اخترع أدوات للجراحة ما زلنا نستخدمها حتى الآن في القرن 21؟ إنه أبو القاسم الزهراوي، وطبيب مسلم عاش في قرطبة بالأندلس. ساهم في تطور الطب بكتابه التصريف لمن عجز عن التأليف، الذي يعتبر موسوعة طبية ضخمة من 30 مجلدا. الزهراوي هو أول طبيب يصف الحمل خارج الرحم أو الحمل المنتبذ. هو أول من اكتشف الطبيعة الوراثية لمرض الهيموفيليا، وهو مرض نزف الدم أو سيلانه. ضمت موسوعته مواضيع متنوعة في طب الأسنان والولادة وعلم الأمراض وعلاجاتها، حيث صنف أكثر من 325 مرضا وعلاجه، بالإضافة إلى علم الجراحة والصيدلة أيضا. ترجم الكتاب إلى اللاتينية في القرن 12، وظل يستخدم لخمسة قرون في أوروبا كمرجع للجراحة والصيدلة. قام الزهراوي بوصف الآلات الجراحية التي كان يستخدمها وطريقة استعمالها، حيث اخترع حوالي 200 أداة جراحية لأغراض متنوعة ما زال بعضها يستخدم إلى يومنا هذا.